المنى بيبدأ وبنشوف البنت دي وهي نايمة على الأسفلت في نص الطريق، والبنت بتكون فاقدة الوعي وصابعها متعورة وجسمها كله بينزف ورجليها غرقانة دم، وبنشوف أمواج البحر العالية وبتعمل صوت مزعج اللي بيخلي البنت تصحى من النوم وبتترعب وبتفتح عينيها، بتلاقي نفسها نايمة على الأسفلت بالمنظر المرعب اللي احنا شايفينه ده، وبدأت تفكر وتقول أنا فين وإيه اللي جابني هنا، وبدأت تتحرك ولكن ما كانتش عارفة تتحرك بسبب الألم. البنت بتكتشف إنها على حرف منحنى غريب جدا وفي وسط المحيط، وبتترعب لما بتبص لتحت في المكان ده لأنه كان كله ضلمة وشكله مخيف جدا، وتأكدت إنها لو اتحركت أي حركة كده ولا كده هتقع وهتموت، ده غير إن رجليها الشمال كانت متنية تحتها، وأدركت أخيرا إن رجلها مكسورة أصلا، وحاولت تعدل نفسها ولكن للأسف ما كانتش عارفة تتحرك وكانت بتتزحلق لتحت أكتر وأكتر. البنت حركتها معدومة وكف إيديها مشوه وكله دم، بدأت تاخد نفسها وتبص حواليها وأدركت إن المكان ده هو عبارة عن محطة الطاقة الكهرومائية، وبعد كده حاولت تطلع بجسمها لفوق ولكن الحيطة اللي كانت وراها كانت على شكل منحنى ومن الصعب الطلوع عليها، عشان كده كانت بترجع تتزحلق لتحت تاني، وزايد عليه إيديها المجروحة ورجليها المكسورة. وفي اللحظة دي بتسمع صوت عالي جاي من تحتها، ولكنه كان صوت مرعب جدا، وبتبص للسما وهي كانت محبطة جدا ومش عارفة تتصرف ازاي ولا لاقي اي حد ينقذها، بدأت تصرخ ودخلت في حالة من الهستيريا والرعب المختلط، وبعد كده بدأت تحس انها عطشانة ومش لاقية مية وحست انها هتموت من الجوع والعطش، وكل ده برضه وما خلاهاش تيأس وبتحاول انها تعيش، وقررت انها تخاطر وتحاول تانجو ولكن مفيش فايدة، والبنت عملت كل المحاولات وفشلت. البنت بتسمع الصوت المرعب اللي كان جاي من تحتها تاني، وتفكيرها كان بيقول لها ان ده صوت للحيوانات المفترسة وهي هتقع لتحت وهيفترسوها، وصوت الاسماك المفترسة والحيتان كان مرعب جدا ولكن مش بتيأس برضه، وبترجع تشوف اثار الدم من تحتها تاني وبتخاف من منظره، وبدأ جسمها ينزف اكتر واكتر والالم بيزيد، وكانت كل ما تتحرك كانت بتسمع صوت عظم رجليها المكسور كان بيحك في بعضه وتصرخ من الألم، وقالت أنا عاوزة أموت وارتاح بقى، وفي لحظة خوف مش بتفكر كويس وبتحاول ترفع نفسها لفوق تاني لحد ما بتقابل عواقب بتخليها ترجع تتزحلق لتحت تاني، ولما بتتخض بتهلوس أكتر وأكتر، ولاحظت إنها بوظت كل اللي عملته عشان تعيش، وبتبص على الضلمة اللي تحت وبتسمع صوت عالي، وقالت لنفسها ده أكيد صوت الموت بيناديني. وبعد كده المكان بقى هادي جدا ومش بتكون سامعة غير صوت نفسها، وبتفكر في أي طريقة تخليها تعيش، ولكن كل ده ما خلاهاش توصل لأي حاجة برضه، ودقات قلبها بدأت تعلى أكتر ونفسها بيكون أسرع، ولاحظت إن مفيش غير إنها تستسلم وترمي نفسها وتموت عشان تخلص من العذاب اللي هي فيه ده، وبترفع إيديها وبتنفخ فيها من الوجع وصابعها لزقت من كتر الدم، وبتنجح لما رفعت رجليها السليمة لفوق وطلعت بجسمها لفوق شوية وكانت فرحانة جدا، وبتبص لتحت لقت آثار الدم مكان جسمها وترعبت منه تاني، ولاحظت إن الحيطة اللي وراها صعب الطلوع عليها، والبنت وقعت لتحت تاني، وفكرت في اللحظة دي إنها تسيب نفسها لحد ما تموت أو تعمل أي حاجة تخليها تموت بسرعة، ولكن في اللحظة دي بتسمع صوت بيقول لها لو كملتي اللي بتعمليه هتنجي وتعيشي، وفي الوقت ده إيديها بتكون اتدمرت تماما وجلدها بدأ يلزق في الأرض، وفي نفس اللحظة برضو الجو بيمطر وكانت فرحانة جدا بنزول المطر لأنها حست بالانتعاش، ولكن للأسف المية كانت بتخليها تتزحلق لتحت أكتر وأكتر والخطر كان بيزيد. البنت بدأت تصرخ وكان عندها أمل إنها تعيش بعد كل ده، وبعد كده فكرت إنها تقلع السلسلة اللي كانت لابساها وبدأت تربطها حوالين صابعها عشان تخلي إيديها تكلبش في الأرض وما تتزحلقش، والوضع بيكون أسوأ لأن السلسلة خلت جسمها تتزحلق من المية أكتر. وبعد كده البنت بتصحى من النوم وكانت بتحلم، وبكده يبقى خلص الفيلم، وده بيعلمنا ان احنا لازم نعافر عشان نعيش، وان غريزة البقاء بتدفع الانسان انه يعمل اي حاجة عشان يفضل حي. لو عجبك الفيلم ياريت ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.